نشرة الأخبار الثقافية نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. بداية، وكما أكدت نقابة الفنانين السوريين، انتقل إلى رحمة الله أمس الفنان السوري زهير رمضان عن عمر يناهز 61 عاما بالعاصمة السورية دمشق. وأعلنت نقابة الفنانين السورية الخبر مشيرة إلى تعرض رمضان إلى وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة، وكانت أشهر الأعمال التي شارك فيها مسلسل باب الحارة الذي أدى فيه شخصية أبو جودة. المزيد من التفاصيل نتابع هذا البورتري. أنا ويني؟ أنا شو شغلتي هنا؟ طرطور؟ ولا شايف الأجير بكعكة؟ الممثل السوري زهير رمضان من مواليد 21 جوان من عام 1959، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، عضوا في نقابة الفنانين منذ عام 83. من أشهر أدواره دور أبو جودة رجل الشرطة الفاسد في مسلسل باب الحارة الشهير بجميع أجزائه، وقد عين في منصب نقيب الفنانين السوريين في أكتوبر 2014، وأصبح عضوا في مجلس الشعب عام 2016. كان له العديد من التصريحات والقرارات التي أثارت الجدل بعد تسلمه رئاسة نقابة الفنانين، منها فصله العديد منهم بسبب عدم دفعهم الرسوم، كما يعتبر رمضان من أشد المؤيدين للرئيس السوري بشار الأسد. انتقد بشدة من قبل الفنان بسام كوسا في حديث إذاعي في أكتوبر 2018 بسبب تراجع أداء النقابة. من أشهر أعماله في التلفزيون باب الحارة، كرسي الزعيم، وردة شامية، وفي السينما صبيحة بحرية، صباح الليل، وغير مخصص للبيع. زهير رمضان مر مؤخرا بعارض صحي تمثل في التهاب الرئة، وبدأ بجلسات المعالجة، وحرصا من الأطباء على صحته حجبت الزيارة عنه إلى حين شفائه تام وعودته إلى الساحة الفنية، لكن القدر أراد غير ذلك. رحم الله الفقيد وكل فقداء الفن. حلت منذ يومين الذكرى 132 لميلاد عميد الأدباء العرب طه حسين، الذي فقد بصره ولكنه لم يفقد بصيرته، إذ أنار الثقافة العربية بمؤلفته. للمزيد من التفاصيل نتابع هذا التقرير. الأديب الموسوعي الذي فقد بصره في الصغر إلا أن أعماله كانت ولا تزال مشعة في سماء الأدب. في 4 نوفمبر من عام 1889 ولد طه حسين بمحافظة المنيا بمصر. أصر على مواصلة دروسه رغم أنه كفيف، فحفظ القرآن ليلتحق بالأزهر الشريف، وهناك ألم بأصول الدين الإسلامي، كما تعلم النحو والبلاغة. دخل بعد ذلك إلى الجامعة المصرية فنال الدكتوراه، ونظراً لتفوقه أوفدته الجامعة إلى مونبوليه بفرنسا لإتمام دراسته، فاستزاد من الآداب وعلم النفس والتاريخ الحديث. وبعد إكمال دراسته عاد إلى مصر ليعمل أستاذاً للتاريخ، ثم أستاذاً للغة العربية، ثم عميداً لكلية الآداب، فمديراً لجامعة الإسكندرية. تبوأ بعدها منصب وزير للمعارف. قاد طه حسين الدعوة لمجانية التعليم وإلزاميته بمصر، كما كان له الفضل في تأسيس العديد من الجامعات، ودق بوابة الصحافة من خلال رئاسة تحرير جريدة الجمهورية. خاض طه حسين غمار التأليف، فأثرى المكتبة العربية ب63 كتاباً، أشهرها المعذبون في الأرض، والأيام الذي روى فيه سيرته الذاتية، ورواية دعاء الكروان، وصوت أبي العلاء المعري، وكتاب فلسفة ابن خلدون الاجتماعية. رحل طه حسين في 28 أكتوبر من عام 1973 بعد سنوات قضاها معلماً ومؤلفاً وصانعاً من صناع النور.
إلى الأحداث الآن، وأعلن رئيس مهرجان القدس السينمائي الدولي عز الدين شلح عن رؤساء وأعضاء لجان التحكيم الدورة السادسة للمهرجان، والتي ستنطلق في 29 نوفمبر الجاري إلى غاية 6 ديسمبر بمدينة غزة، التي سيشارك في المهرجان أفلام وثائقية وأفلام الموبايل وأفلام للهواة. ومن بين أعضاء لجان التحكيم المخرجة والمؤلفة الجزائرية ياسمين شويخ في تحكيم الأفلام الوثائقية، والتونسي محمود الجمني بقيادة المخرجة الألمانية مونيكا مورير. كما تشكلت لجنة تحكيم الأفلام الروائية من الفلسطينية مي المصري رئيسة للجنة، والمصرية بوسي والسوري قاسم ملحو. وتشكلت لجنة تحكيم الأفلام الهواة من المخرج الفلسطيني فتحي عمر والباحث الأكاديمي السينمائي ماهر العفيفي. وللمزيد من المعلومات حول هذا المهرجان نربط الاتصال مباشرة بالسيد عز الدين شلح محافظ المهرجان، ونقول صباح الخير سيدي الكريم. صباح الخير لك ولسادة المشاهدين. صباح الخير لك ولكل ناس فلسطين الطيبين. طيب، للحديث عن المهرجان وعلى انطلاق المهرجان، أعطينا كيف كانت حوصلة التحضيرات وكيف توصلتم إلى تشكيل هذه اللجان التحكيمية؟ الحقيقة أنه إحنا يعني في كل دورة بنحاول أنه يكون في عنا لجان تحكيم قوية، وهي الدورة هي الدورة الأولى اللي يعني إحنا بندخل فيها أجنبية كرئيسة لجنة تحكيم. طبعا عندنا من الجزائر الكاتبة والمخرجة ياسمين شويخ، عندنا الفنانة بوسي من مصر، عندنا الفنان قاسم ملحو من سوريا، في عندنا عدد في عنا يسرى طارق من المغرب، هي ممثلة معروفة مغربية، يعني عنا عدد قوي الحمد لله بلجان التحكيم. احنا وصلنا 102 فيلم، ايضا الجزائر مساهم بستة افلام في داخل الدورة السادسة للمهرجان، وهناك أفلام قصيرة من الجزائر منافسة، وهناك أفلام طويلة من الجزائر أيضا منافسة في الروائي وفي الوثائقي أيضا. من بين الأعمال الجزائرية المشاركة في هذه التظاهرة، هل يمكن أن تعطينا بعض الأسماء وبعض المخرجين المشاركين؟ نعم، في عنا فيلم أبو ليلى، هذا فيلم روائي طويل، وفي عنا أيضا فيلم 143 طريق الصحراء، هو فيلم وثائقي، وفي عنا فيلم بعنوان الجزائر، يعني الجزائر حاضرة في كل الأحوال في فلسطين. جميل جدا، ونحن دائما هكذا مع فلسطين دائما وفي كل التظاهرات التي تنظمها فلسطين. بالنسبة لتشكيل لجان التحكيم وما إلى ذلك، كيف تتم هذه العملية، وإلى أي معايير تلجؤون من أجل اختيار لجنة التحكيم؟ يعني أولا إحنا في فلسطين وتحديدا في غزة، عنوان مهرجاننا هو مهرجان القدس السينمائي الدولي، ودائما نعمل على أن القدس تجمعنا، ولذلك نحاول يعني بقدر الإمكان أن يكون مخرجين مشاركين من مختلف الدول العربية للمشاركة في مهرجان القدس السينمائي الدولي، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية أيضا يتم انتقاء أعضاء لجان التحكيم بعناية من أصحاب التجارب والخبرة والأكاديميين، لأنه يعني مهم جدا أن يكون في مصداقية للجنة التحكيم، وهذه المصداقية تعطي قوة للمهرجان، وأيضا تعطي انطباع للمشاركين بأن يعني لديهم لجنة
أمينة ولجنة قوية هي يعني في حال التحكيم يعني يثقون بهذه اللجنة، وهذا يعني مهم جدا أن تعطي كمهرجان الثقة للمشاركين في هذا المهرجان. طيب، من بين الاستحداثات الجديدة في هذا المهرجان هي سينما الموبايل التي تعتمد على الهواتف المحمولة وتتيح فرصة للشباب إن صح القول للتعبير على آرائهم وعلى انطباعاتهم. كيف تم استحداث هذه المسابقة؟ الحقيقة أنه احنا في هذه الدورة السادسة تم استحداث جائزة الموبايل يعني لخصوصية الوضع الفلسطيني. الوضع الفلسطيني كما تعلمون يعني المواجهات موجودة في أزقة الشوارع، وكثير من الأحيان لم تكن هناك كاميرات ولكن يكون في لدى المواطنين موبايل. احنا يعني فكرنا بأنه كيف نشجع هؤلاء المواطنين دائما يكون يقظ لتصوير الأحداث التي تحدث أمامه من ناحية، وهذا يعني بنعطي انطباع لأنه هو رح يدرك أنه هذا التصوير هو رح يشارك فيه وربما يفوز وربما يخلق لنفسه اسم. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية نحن يعني لا نطلب لقطات للأحداث، نحن نطلب أفلام موبايل، بمعنى أنه هو لازم يدرك هذا المواطن، يعني بدنا نرتقي بالمواطن أنه نوصله لأنه هذا الحدث اللي هو راح يصوره كيف يخلق منه يعني فيلم، بمعنى أنه لا يكتفي فقط بالحدث بل يصور ما خلف الحدث عمق الحدث من أجل صناعة فيلم قصير من خلال الموبايل. وهذا يعني دافع للمواطن الفلسطيني في أنه يعني يعمل على هذا التصوير وأنه يشارك بالمهرجان. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية نحن لم نقتصر أيضا، من هنا أجت الفكرة، ولكن نحن لم نقتصر الجائزة على الأفلام الفلسطينية الموبايل، ولكن هي مسابقة دولية يعني حتى من الجزائر. أنا استغربت أنه يعني شاب يصور فيلم على الموبايل، وهذا الفيلم هو جسد فيه هروب الستة سجناء من المعتقل. هو عمل يعني إعادة تمثيل لهذا الحدث، ويعني أضاف من كل ممثل شخص مقابله من اللي هربوا من المعتقل. طيب، هو كان بهذا الموبايل أن يقوم بهذا العمل الجميل يعني في مضمونه. أكيد هو من 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 مختلف التخصصات، حتى في الجزائر، حتى في مصر، حتى في مختلف الدول العربية الموبايل صار له فعالية كبيرة في نقل المعلومة، فيجب استغلاله استغلال كبير. ومثل هكذا اختصاصات واستحداثات ستكون إضافة أكيد بالنسبة للمهرجان. سيد عز الدين شلح، محافظ مهرجان القدس السينمائي، شكرا لك، كنت معنا في مكالمة هاتفية من فلسطين. شكرا لك وشكرا للشعب الجزائري. إذن نواصل في المهرجانات، وعن المهرجانات كذلك سنتحدث عن مهرجان القاهرة السينمائية الدولي الذي سينطلق الأحد، وكشف عن القائمة للأفلام المتنافسة ضمن مسابقة الدولية التي ستقام خلال دورته 43. ومن المقرر أن تنطلق فعالية المهرجان في الفترة الممتدة ما بين 5 نوفمبر الجاري إلى 5 ديسمبر المقبل. وللمزيد من التفاصيل حول هذا المهرجان سنحاول ربط الاتصال بمسؤول إعلام على مستوى مهرجان القاهرة. إذن حتى نتمكن من التواصل مع مكلف بالإعلام في المهرجان
ننتقل إلى الخبر الآخر، حيث توج فيلم الست السوداني كأفضل فيلم قصير في مهرجان نيو أورليانز السينمائي الدولي، ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية في دورته 32 بعد منافسة قوية. الفيلم من تأليف وإخراج سوزانا ميرغيني، وتدور أحداثه حول حياة المرأة في السودان، سواء من كنا في أعلى هرم السلطة إلى من هن في قاع الحياة، ويسلط الضوء على التغيرات الاجتماعية التي تفرضها الحياة العصرية على المجتمع السوداني. وعرض الفيلم عالميا أول مرة في الدورة الأخيرة من مهرجان أجيال السينما بالدوحة، واختير أفضل فيلم قصير في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، كما نال أيضا جائزة تشيرمان من مهرجان زنجبار السينمائي. إذن وبعد ربط الاتصال بمسؤول الإعلام على مستوى مهرجان القاهرة السينمائي السيد محمد عبد الرحمن، نقول لك صباح الخير سيدي. صباح النور وصباح الخير لكل أهل الجزائر الجمال. أهلا بالأشقاء المصريين الأعزاء. طيب بداية محمد، سنتحدث عن المهرجان وعن فعاليات المهرجان التي ستنطلق في 26 من الشهر الجاري إلى غاية 5 من ديسمبر المقبل، هكذا؟ بالتأكيد إن شاء الله يوم الجمعة القادم اللي هو مش بكرة اللي بعده هنكون على موعد مع حفل افتتاح الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. أي بالنسبة للأفلام المشاركة والمشاركة الجزائرية، هل من الممكن أن تعطينا حوصلة عن المشاركة الجزائرية في هذا المهرجان؟ هو بشكل عام المهرجان فيه حوالي 100 فيلم، من بينها 34 فيلم عرض عالمي أول أو عرض دولي أول، تجمع ما بين المفهومين، يعني أفلام لم تعرض من قبل اللي هو عرض عالمي أول، وأفلام عرضت فقط داخل بلادها فبنسميها عرض دولي أول. المشاركة العربية السنة دي مشاركة واسعة جدا، سعداء كمان على مستوى الجزائر بوجود فيلم هليوبلس، هو موجود في مسابقة أفاق السينما العربية، وهي مسابقة فيها حوالي 10 أو 11 فيلم عربي بيتنافسوا على جائزة أفضل فيلم عربي ومجموعة أخرى من الجوائز. وسنعلن إن شاء الله لو في حد من الإخوة الجزائريين مقيم حاليا في القاهرة، سنعلن خلال يومين أو ثلاثة بالكثير على الصفحات الرسمية للمهرجان عن مواعيد عرض الأفلام، بحيث لو حابب أنه يتفرج على الفيلم الجزائري. أكيد شيء جميل، وخاصة بمشاركة هليوبوليس للمخرج جعفر قاسم. هل هناك استحداثات لجوائز جديدة في هذه الطبعة؟ لا، هو المهرجان كل سنة بيبقى فيه يعني تطوير مستمر، خصوصا على المستوى التقني وعلى المستوى آلات العرض وقاعات العرض. السنة دي في قاعة عرض جديدة بتنضم، قاعة تاريخية اسمها قاعة إيورد، تابعة للجامعة الأمريكية بميدان التحرير، 7-5 دقائق ماشي عن الأوبرا المصرية حيث يقام المهرجان. السنة دي تم تغيير اسم مسابقة أفلام سينما الجد اللي مخصصة للأفلام القصيرة إلى اسمها الطبيعي أفلام مسابقة أفلام السينما القصيرة، وبها 22 فيلم كلهم عرض عالمي أول، يعني لم يعرضوا في أي مكان إلا في القاهرة بداية. في كمان تعاون مع منصة نتفليكس لأشهر منصات البث التلفزيوني عالميا، من خلال ماستر كلاسز هتقام مع مجموعة من الخبراء في السيناريو وفي الإنتاج، وأيضا ماستر كلاس مع النجمة التونسية هند صبري هتتكلم عن تجربتها في المسلسل الجديد البحث عن علا. بالتالي وأيضا في مسلسل أردني شهير جدا أستاذي اسمه مدرسة الروابي للبنات، معرفش إذا كنتوا سمعتوا عنه في الجزائر ولا لا، هيبقى فيه أكيد عنده صدى كبير في الجزائر. هيجي المخرجة وهتيجي بطلتين منه يتكلموا عن التجربة. ده بيؤكد على أن المهرجانات السينمائية لم تعد فقط في العشر سنوات الأخيرة مجرد مكان لمشاهدة الأفلام، وهو طبعا دورها الأساسي، وليست مجرد سجادة حمراء كما للأسف تنتقد بعض المهرجانات بسبب هذا الأمر، لكنها أيضا وسيلة لزيادة الثقافة السينمائية ولدعم الطلاب والسينمائيين الجدد بأن هم يسمعوا من الخبراء.
كمان بنتوقف عند التكريمات، يعني أريد أن أحدثك عن التكريمات أخي الفاضل. هناك أربع تكريمات في هذه الدورة، اثنين منهم من مصر كالمعتاد، الجائزة فاتن حمامة للتميز ذهبت إلى كريم عبد العزيز ذات سلامة إن شاء الله يوم الجمعة مساء. أيضا النجمة الكبيرة الشهيرة نيلي ستتسلم جائزة العمر الهرم الذهبي لإنجاز العمر أيضا في يوم الجمعة الماضي والقادم. وللأسف بعض الأصوات تكلمت حول كيف يكرم المهرجان نيلي وهي نجمة تلفزيون ونجمة فوازير. هؤلاء نسوا أن نيلي بدايتها ولعدة سنوات كانت سينمائية بالكامل قبل أن تتجه إلى التلفزيون بعد عام 80. في الختام وخلال المهرجان سيتم تكريم تيري فريمو مدير مهرجان كان، وهو اسم كبير في صناعة السينما العالمية، والموسيقار الهندي إيه آر رحمن اللي هو مؤلف موسيقى سلام دوج مليونير. ألفت الانتباه هنا أعزائي المشاهدين في الجزائر إلى أن هذه التكريمات ليست كما كنا نشاهد سابقا مجرد يعني أن يستلم الجائزة فقط، لكن ستكون هناك ندوات وحوارات مع هؤلاء المكرمين. ومثلا ندوة الموسيقار الهندي، من سيحاوره؟ الموسيقار المصري هشام نزيه. بالتالي نحن لسنا أمام فقط مجاملات أو تكريمات عادية، ولكنها مناسبة لمعرفة تجارب هؤلاء الفنانين وكيف بدأ إبداعهم وكيف جداً حققوا كل هذا النجاح. جميل جدا. وهذا الحوصلة وديت اسم آخر، وديت اسم آخر كبير، المخرج السربي أمير كوستاريكا أو إمير كوستاريكا، يعني قالوا لنا أن هذا هو اسمه كما ينطق في سربيا، يعني صاحب الأفلام الشهيرة في التسعينات. أيضا هو رئيس لجنة التحكيم، وبما أنه موجود بالتأكيد سيكون معه ندوة إن شاء الله. إن شاء الله. وكل هذه الحوصلة وكل هذه المعلومات التي أفدتنا بها سيد محمد عبد الرحمن المتواجد معنا في مكالمة هاتفية من القاهرة دليل على طبعة ناجحة ودورة ناجحة. إن شاء الله كل التوفيق والسداد لكم في هذه الدورة، وسنكون من خلال قناة الجزائر الدولية مواكبين لمختلف الأحداث الجديدة التي ستقام في هذه الطبعة. وأريد أن أضيف في النهاية إذا كنت تسمعني أخي الفاضل، أننا أنا وكثير من الصحفيين المصريين مشتاقون إلى عودة مهرجان وهران، هذا الحدث العظيم الذي كنا نستمتع به، ونتمنى أن يعود قريبا وتعود كل المهرجانات في الجزائر قريبا إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله، وكذلك كل المهرجانات التي تهتم بالسينما وأخبار السينما. في مواصلة أخبارنا مشاهدينا، أطلقت شركة مارفل اليوم الأربعاء فيديو ترويجي من لقطات لفيلم سبايدر مان نو واي هوم، فيلم من إخراج جون سيت وبطولة الممثل توم هولاند وزيندايا وبنديكيت كومبريج. للمزيد من التفاصيل نشاهد هذه الورقة. بعد خيبة أمل فيلم الأبديون الذي أحدث ضجة مؤخراً ومنع من العرض في العديد من الدول، طرحت شركة مارفل ستوديوز للإنتاج فيديو ترويجي لعرض فيلمها الجديد بعنوان سبايدر مان نو واي هوم. الفيلم من إخراج جون واتس، بطولة توم هولاند في دور بيتر باركر سبايدر مان، وزينايدا في دور إم جي، وبنديكيت كومبربيتش في دور دكتور سترينج، وويليام دافو في دور رين جوبلين. الفيلم من نوع الإثارة والمتعة، مليء بالحركة، تدور أحداثه حول مغامرات بطل يملك شخصية مزدوجة بين الطبيعية والخارقة. ويذكر أن الفيلم سيعرض في الأسابيع المقبلة في العديد من قاعات السينما في العالم. من جهتها قامت منصة نتفليكس بعرض برومو رسمي جديد من فيلم Don't Look Up، والذي يضم أبرز ممثلين عالميين في هوليوود من إخراج أدام ماكاي وقصة ديفيد سيرورا وبطولة ليوناردو دي كابريو وجينيفر لوبيز. للمزيد من التفاصيل نتابع هذا التقرير. أطلقت شركة فيلم Don't Look Up برومو تشويقي ترويجي للفيلم قبل عرضه كاملاً بعد أسابيع. هو فيلم من تأليف وإخراج أدام ماكاي، يضم طاقماً كبيراً من الممثلين العالميين من بطولة الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو والممثلة جينيفر لورنس.
فيلم لا تنظر إلى الأعلى هو فيلم كوميديا، أحداثه تدور حول قصة عالمين فلكيين يجب عليهم الذهاب في جولة إعلامية ضخمة لتحذير البشرية من اقتراب خطر على كوكب الأرض. العمل يحمل العديد من التشويق والكوميديا، وبحسب الشركة المنتجة من المقرر عرض الفيلم في أواخر السنة الجارية عبر منصة نتفليكس. في الصين الآن، حيث افتتح متحف جديد سمي بأم بلاس في مدينة هونغ كونغ. المتحف مخصص للفن والثقافة البصرية التي تشمل عروضه على ستة معارض تضم العديد من الأعمال الفنية بطريقة إبداعية وتصاميم معمارية، وتم عرض نحو 1500 عمل من 30 دولة في العديد من أنحاء العالم، تتنوع بين اللوحات الفنية والفوتوغرافية، ومن مجموعاته الرئيسية سيج والمكتبة الخاصة وأرشيف للمجموعات. يقوم صحفيان بجريدة واشنطن بوست بكتابة سيرة جورج فلويد، حياة رجل ومعاناة من أجل العدالة العرقية، حيث سيتطرقان إلى كل تفاصيل حياته بدءا بتاريخ عمل عائلته في حقول التبغ في كارولينا الشمالية وانتهاء بمقتله العام الماضي على يد شرطي. وأعلنت دار فايكينغ الأربعاء أن كتابا اسمه جورج فلويد، حياة رجل والمعاناة من أجل العدالة العرقية، من تأليف روبرت سامويلز وتولوز أورنيليبيا، وسيصدر في شهر مايو المقبل. يذكر أن جورج فلويد قلب موازين العالم في الإنسانية وأصبح قضية رأي عام عند مقتله. سيرة جورج فلويد كتاب يطرح بهذا التاريخ. يقوم صحفيان بجريدة واشنطن بوست بكتابة سيرة جورج فلويد، حيث سيتطرقان إلى كل تفاصيل حياته بدءا بتاريخ عمل عائلته في حقول التبغ في كارولينا الشمالية وانتهاء بمقتله العام الماضي على يد شرطي أبيض في مينيابوليس. وأعلنت دار فايكينغ الأربعاء أن كتاب اسمه جورج فلويد، حياة رجل والمعاناة من أجل العدالة العرقية، من تأليف روبرت سامويلز وتولز أولورينيبا، سيصدر في شهر مايو المقبل. ويذكر أن جورج فلويد قلب موازين العالم في الإنسانية وأصبح قضية رأي عام بمقتله. في الشأن العربي، وفي ظل الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية حول صحة الفنان المصري زعيم الكوميديا عادل إمام واعتزاله، قال شقيقه المنتج المصري عصام إمام في تصريح إعلامي له أن الزعيم بصحة جيدة ويعيش حالة مستقرة ولا صحة للشائعات التي يتم ترديدها خلاف ذلك. للمزيد نتابع هذا التصريح. الموضوع حصل فيه يعني تجاوز شديد جدا 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 بطريقة غير طبيعية، يعني مش عارف ليه، يعني لا أعلم السبب، يعني إيه يا جماعة في إيه؟ وخاصة الحتة كمان الخاصة بصحته وبحالته الحرجة، وإنه هو إن هو ساب القاهرة وراح الساحل عشان يقعد في أوضة لوحده. آخر تليفونات كانت من أستراليا وبيطمنوا على صحة الزعيم. وأنا يعني أنا أرجو من خلال برنامج حضرتك المحترم إن يعني إن أنا فعلا مش راضي تاني، لأن أنا سئت بالحكاية دي. يعني الزعيم بخير يا أستاذ شريف وبصحة جيدة تمام الحمد لله وكويس، وعيش حياة لذيذة وعيش حياة الجد بيلعب مع الأحفاد ومش عارف إيه وبيرى حاجات أنا بس بأرجو من السادة الصحفيين أو الإعلاميين قبل ما ينشروا خبر أو قبل ما يعني يتأكدوا بس ألف دي الحكاية. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبارنا الثقافية. متابعة طيبة لبقية المواعيد. إلى اللقاء.